فالشيخ أحمد منصور البوسعيدي حفظه الله نعم يذكر لنا ذلك مشيدا ب في قصيدة طبعا. نعم مشيدا نعم باجتهاد الشيخ حبيب بن سالم، وأنه حافظ على وقته أيما محافظة، فله همة عالية وعزيمة ماضية. يقول: لم يأته العلم صفوا أو بلا تعب، يبيت يقرأ وبحر الليل طوفان. لم يأته العلم صفوا أو بلا تعب، يبيت يقرأ وبحر الليل طوفان. قد مد حبلا بسقف البيت يمسكه، خوف النعاس طوال الليل يقضان. مد حبلا؟ هي نعم، كان دعيمة حطبة أو خشبة من السقف إلى الأرض منصوبة، وكان أيضا متدلي حبل، دلي حبل من فوق من السطح. وإذا داهمه النعاس، غلبه النعاس، أمسك بذلك الحبل واتكأ على تلك الدعيمة. الله. يتعاقب القراء عليه ليل نهار طيلة 7 أعوام. فإن تعب مسك بذلك الحبل، مسك بذلك الحبل. والقراء إذا تعب أحدهم أو جاءه شيء من النعاس، جاء الثاني ليقف مكانه ليقرأ على الشيخ حبيب بن سالم. لم يأته العلم صفوا أو بلا تعب. هذه كما قال الإمام السالمي: نعم، لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في لكنه المنام، يأتي بالتهم، لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل، بالليل وبالنهار. إذن تفضل. نعم، لم يأته كما يقول الشيخ أحمد منصور صفوا. نعم، لم يأته العلم صفوا أو بلا تعب. نعم، يبيت يقرأ وبحر الليل طوفان. قد مد حبلا بسقف البيت يمسكه، خوف النعاس طوال الليل يقضان. نعم، وصار 7 أعوام كمعتكف. نعم، اعتكاف علمي. وصار 7 أعوام كمعتكف، ليلا نهارا له في العلم إدمان. حتى غدا مفتيا للعلم مرجعه، علامة وله في العلم إتقان.